وبالتالي مما يعيد إلى الساحة اللبنانية نبضها الوحدوي، بعد أن كاد أن يتشظى في اتجاهات مختلفة على ضوء الاختلاف اللي حاصل في موضوع شهود الزور وفي موضوع الحكم الظني. طيب أستاذ علي، هل نستطيع القول بأن هناك اتفاق لبناني على مناقشة ملف شهداء الزور في جلسات مجلس الوزراء؟ بتقديري أن الأمور آيلة إلى هذا الاتجاه، هناك توافق لبناني، وخاصة أن غدا في جلسة الحكومة سوف يكون هذا البند جاهز وله حرارة خاصة، وبالتالي سيتم تناوله بكل جوانبه، وهناك اتفاق ضمني على طي هذه الصفحة، لأنها مرتبطة بشكل أو بآخر بإعادة التهدئة إلى لبنان حتى لا تفلت الأمور، وبالتالي تصبح هناك الخطوات متسرعة ولا يمكن اللحوق بها أو إعادة وضعها ضمن مزدوجين يؤهل اللبنانيين إلى لملمة أشلائهم بعد أن كادت أن تتناثر هنا أو هناك في أكثر من اتجاه، خاصة وأن المتصيدين في هذا الموضوع هم كثر، وبالتالي هناك متابعة حثيثة لإيجاد فجوات في هذه الأزمة لكي يتصدع الجسم اللبناني، وبالتالي يتحول إلى شبه مشلول، بحيث تصبح على العناوين الكبرى في لبنان عناوين. عفوا، أنا انا أسمعك إذا ما كنت تريد. اقاطعك لمعرفه سؤال اخر تتعلق ب يعني ملف شهداء الزور. هل الملف هو السبيل مثلا لالغاء المحكمه من البعض، ام انه قد يؤدي الى تفاهم لبناني اكثر بشان دور المحكمه وعدم تسييسها كما يتهمها البعض؟ أستاذي العزيز، لنكن صريحين، في لبنان هناك مساحة للخلافات، والخلافات تجد في لبنان لها كالهشيم في النار، لكن التسويات تتم في خارج لبنان، ومن هنا يقال، وقد صرح أكثر المسؤول اللبناني، أن العلاقة السورية السعودية هي الإطفائية الحقيقية لأي حريق في لبنان، بمعنى أن التسويات بالنسبة للبنان هي تسويات خارجية، والتقارب السوري السعودي هو الأساس في هذا الموضوع، وهناك اتكاء واضح عليه من قبل كل الجهات السياسية في لبنان. بالأمس أمين عام حزب الله صرح بأنه يتكئ بشكل أو بآخر على هذه العلاقة السورية السعودية. الآخرون في لبنان من مسؤولين رسميين وحزبيين قالوا بأنهم يأملون من هذه العلاقة أن تنتج حلا في لبنان، حلا يعيد نصاب الأمور إلى أمكنة يمكن من خلالها تجاوز كل هذه العقبات، مما يؤدي بالحكم الظني إلى مكان معين، وبالتالي إلى ملف شهود الزور إلى مواضع قانونية تؤدي نتائجها بما يرضي اللبنانيين. الكاتب الصحفي علي سبيتي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى خبر سيطرة حركة طالبان على قاعدة أمريكية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة محمد فايز فرحات، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك في الرابعة. يعني ما السبب وراء انسحاب القوات الأمريكية حتى تترك قاعدة قيل بأنها مليئة بالمعدات والأسلحة لحركة طالبان؟ نعم، يعني أولا يعني قبل التحليل لهذا الخبر يجب أن نعلم أن حتى الآن المصادر يعني بالأساس هي حتى الآن منسوبة إلى مصدر ينتسب إلى حركة طالبان، وهو أحد الناطقين باسم حركة طالبان، وبالتالي يجب التعامل معه في هذا السياق، أن هذا الخبر حتى الآن لم تتضح يعني أو تكتمل الصورة بمعلومات حوله من جانب القوات الأمريكية أو من جانب حلف قوات الناتو العاملة في أفغانستان. ولكن بافتراض أن هذا يعني الخبر بالفعل حتى الآن هو خبر يعني دقيق، فأعتقد أن هذا ربما جاء نتيجة ضغوط على الجانب الأمريكي للتوسع
في المناطق الجنوبية. كما نعلم هناك استعداد أو تجهيز لعمليات في منطقة قندهار، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى التركيز على هذه العملية باعتبارها هي المعقل، المنطقة التي تمثل المعقل الأساسي لحركة طالبان. وأعتقد أن هذا السبب يعني الذي دفع القوات الأمريكية إلى الخروج بهذا الشكل من القاعدة الأمريكية، ربما للوفاء بمطالب او عمليات اخرى تجري في قندهار. وبسبب يعني كما نعلم اصبح هناك ضغوط كبيره على القوات الامريكيه بعد انسحاب بعض قوات التحالف الدولي من افغانستان، وبعد ايضا اعلنت بريطانيا وهي الحليف الرئيسي للولايات المتحده الامريكيه في افغانستان يعني انسحابها من بعض مناطق الجنوب وتسليمها الى الجانب الامريكي. فكل هذا ادى الى مزيد من الضغوط على القوات الامريكيه في شرق افغانستان وفي جنوب افغانستان، وبالتالي من المنطقي ان تظهر مثل هذه العمليات او مثل هذه الانسحابات غير المنسقه وغير المرتبه من بعض القواعد، يعني ترتيبا لملء او لملء فراغ في مناطق اخرى في خاصه في الجنوب. طيب دكتور محمد، يعني في الشق السياسي من الوضع الافغاني، يعني الرئيس كرزاي اعلن يعني عن المفاوضات، وهذا امر يعني معلن بشكل او باخر ومعروف من وقت سابق، ولكن هل نستطيع نقول بان حركة طالبان والمعارضة الافغانية خاصة تلك التي تحمل السلاح منها على توافق للدخول في تلك المفاوضات، هل هي موحدة في هذا الشأن؟ نعم، يعني أعتقد هذه ملاحظة مهمة بالفعل. حتى الآن يعني كما نعلم هناك تضارب كبير فيما يتعلق بطبيعة هذه المحادثات، يعني هناك مصادر صحفية تتحدث عن أن هناك محادثات على مستوى عالي بين الحركة وبين ممثلين عن الحكومة الأفغانية، هناك مصادر أخرى منسوبة إلى حركة طالبان تنفي مثل هذه المحادثات. ولكن الجديد أن يعني في حديث للرئيس الأفغاني ذاته في أحد البرامج في إحدى القنوات الأمريكية تحدث أو صراحة أو وصف هذه المحادثات بأنها أولا محادثات غير رسمية، وثانيا أنها محادثات تجري بشكل متقطع وليس بشكل منتظم. وأعتقد أن هذا توصيف دقيق لحالة المحادثات مع حركة طالبان. ما زالت حتى الآن هي محادثات غير رسمية، بمعنى أنها لا 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 لا, لا يمثل حركة طالبان فيها يعني مسؤولين حقيقيين من داخل الحركة أو على الأقل من داخل مجلس شورى الحركة. والملاحظة الثانية أنها تأتي بشكل متقطع، الأمر الذي يعني أنه لا يوجد قرار استراتيجي حتى الآن من جانب حركة طالبان وعلى مستوى عالي من داخلها، وقرار يعني يتمتع بالمشروعية والتأييد من داخل مجلس شورى الحركة لمثل هذه المحادثات. فأعتقد أن هذا توصيف دقيق من جانب الرئيس حامد كرزاي لطبيعة هذه المحادثات حتى الآن، وهذا ما يفسر حالة التضارب بين التصريحات التي تصدر عن مسؤولين محسوبين على الجانب الأفغاني أو مسؤولين محسوبين عن حركة طالبان ذاتها. دكتور محمد فايز فرحات، الخبير الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك.